السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هو الرجل يكون عليه مال، أي مطالب بمال، وليس عند خصمه بينه فيخاصمهم إلى الحكام، وهو يعلم أنه آثم آكل للمال الحرام، انتهى كلامه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. أيها الإخوة الأفاضل، مما يلاحظ تساهل كثير من الناس في هذه الأيام في أكل المال المحرم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. قال عبد الله ابن المبارك: لئن أرد درهما واحدا من شبهة أحب لي من أن أتصدق 100,000 دينار. أيها الإخوة الأفاضل، صور أكل المال المحرم كثيرة، أذكر بعضا منها. فمن ذلك الربا الذي حرمه الله ورسوله وتوعد صاحبه، فروى مسلم في صحيحه حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. ومنها كذلك الاعتداء على ممتلكات الناس وأكل رواتب العمال أو تأخير مستحقاتهم. فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، والويل لمن كان الله تعالى خصمه. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ومنها كذلك الغش في المعاملات والحلف على السلعة باليمين الكاذبة، كما يحدث عند بعض الباعة في الأسواق. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى ثلاثة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنان بما أعطى،
الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمسبي الإزارة، وفي هذا تحذير عظيم للذين يسبلون ثيابهم أو بناطيلهم يسبلونها إلى ما تحت الكعبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الصحيح قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يمشي سلعته ويقول أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، وآكل المال المحرم يعرض نفسه للعقوبة في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. أما في الدنيا فقد تكون العقوبة مصيبة في جسده أو خسارة في ماله، قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأما في قبره فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني ملكان ورؤيا الأنبياء حق، فقال: انطلق انطلق، فانطلقت معهما فرأيت رجلا يسبح في نهر كأنه دم، ويسبح وفي شط النهر رجل قد جمع حجارة كثيرة، فإذا وصل إليه هذا الرجل الذي يسبح فغرفاه فألقمه حجرا في فيه. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي يعذب في قبره بهذه الطريقة الشنيعة، فسأل عنه فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه آكل الربا. وأما في الآخرة فقد روى الإمامان البخاري ومسلم أن عبدا يقال له مدعم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه سهم طائش فمات من ساعته، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر، عباءة قيمتها دراهم معدودة، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاسم، أخذها قبل أن تقسم المغانم بين المقاتلين، لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراكين أو جاء رجل بنعلين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا كعب، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أي من حرام، النار أولى به. أيها الإخوة الأفاضل، من عقوبات أكل المال الحرام حرمان الدعاء وقبول العبادة. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يدي إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا الحديث فيه تحذير لطائفة من الناس خدعهم الشيطان وسول لهم سوء عملهم، فهم يحصلون على هذه الأموال من طرق محرمة وينفقونها في أعمال صالحة كبناء المساجد أو المدارس أو حفر الأبار أو ما أشبه ذلك، ويظنون أنه قد برئت ذممهم. وهؤلاء في الحقيقة يعاقبون مرتين: المرة الأولى أن الله تعالى
لا يقبل منهم أعمالهم الصالحة التي أنفقوها بأموال محرمة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما في الحديث السابق. الأمر الثاني أنهم يحاسبون ويسألون يوم القيامة عن هذه الأموال المحرمة ويعذبون عليها. روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، يتخولون يعني يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.